مبدئيا مبروك نجاحكم في اعدادي ودخولكم اولى، ان شاء الله تبقى اللي جاي يبقى اسهل ان شاء الله. انا ليه مش عارف، مش مصدق ان انتم مش عارفين تخشوا قسم ايه، يعني مش مصدق الحكايه دي. يعني طب مين مش عارف فعلا هيخش قسم ايه؟ يرفع ايده كده. طيب ماشي. طب في حد متردد بين قسمين؟ طيب ماشي. طيب لا مفيش عيب فيكم، يعني انا بقول ان انتوا تقدروا تخشوا اي قسم من الناحيه التقنيه الشطاره، اي حد فيكم يخش اي قسم مفيش مشكله دي. يعني انت قادر انك تخش اي قسم وتنجح فيه مفيش مشكله دي. لكن انا بستغرب واحد يقول لي ايه، لسه من الشباب بيكلموني دلوقتي بيقول لي انا محتار بين ميكاترونكس وعماره. اصل انا عايز اخش سيارات يا عماره. على فكره عماره مش هندسه. يعني في جامعات بره اسمها اركتكتشر. يعني ما بياخدوش ابلايد ماث، ابلايد ميكانكس، ما بياخدوش. يعني ده موهوب فنان. انا مش بقلل من قيمته. ولكن ده ترند مختلف، ده مش هندسه اصلا. فاللي عايز يخش عماره ده لازم يكون هو موهوب، بيعرف يرسم، ليه نظره، بيفهم في الذوق، في الالوان، في مش عارف ايه الحاجات دي. مالهاش دعوه بهندسه يعني مش يا سيارات. على كل، عشان ما اضيعش وقتكم، انا غير قادر على ان انا اشرح لك اقسام ميكانيكا. يعني ما هضحك عليك يعني. يعني لما اقول لك مثلا ايه قسم ميكانيكا ميكاترونكس فيه مواد ايه طب دي حلوه ولا وحشه، بتاكل ولا بتشرب، صعبه ولا سهله، انا كده اديتك معلومه مفيده. لا طب قسم مثلا باور بتاع ميكانيكا فيه مواد ثيرمو ومش عارفه ايه، طب ايه المواد دي حلوه ولا وحشه؟ ممكن الماده حلوه بس الدكتور مش حلو، هتبقى ماده صعبه برضه. يعني ممكن الكريكلم، ممكن المحتوى بتاعها العلمي انت بتحبه، لكن الدكتور اللي بيدرس الماده خلاها مش حلوه. فانا مش هقدر اقول لك الدكتور ده حلو ولا وحش، الماده صعبه ولا سهله، الماده دي خلصنا كده. يعني ما انا هعمل الموضوع بالعكس، انا عايز اعرف انت توقعاتك ايه من المحاضره دي. يعني انت جاي نفسك تسمع ايه مني عشان تستفيد؟ يعني ايه الاسئله اللي في دماغك اللي انا جاوبت لك عليها يبقى انت كده استفدت؟ مش انا اتكلم كلام مش مفيد ليك ومش هو ده اللي انت عايز تسمعه. انا بمنتهى السهوله كنت جبت الكمبيوتر وحطيت الكريكولم بتاع الانتاج وباور وسيارات وميكاترونكس واقعد اتكلم واشرح وانت بتسمع وتخش تلاقي حاجه تانية خالص. ماس مثلا في اعدادي انت بتاخد ايه؟ بتاخد ماث وكيمستري وفيزيكس. طب مين قال ان الماث واحد سهله؟ مين قال؟ حتى هقول لك فيها بروبابيلتي مين قال انها سهله؟ ما عرفتش انت كده سهله ولا صعبه، تهرب ولا تخش، ما عرفتش. صح كده؟ ايه الاسئله اللي انت متوقعين؟ اتفضل. طيب الوضع الحالي لمهندسين ميكانيكا، بيسال ايه الوضع الحالي؟ يعني قصدك في الشغل؟ كلكم بتسالوا على بره دلوقتي صح؟ كل حتى الشباب اللي كانوا فين معايا بيسالوا بره في سوق عمل ولا ما فيش سوق عمل؟ سوق العمل بره مصر، يعني المانيا الغرب، المانيا وكندا وامريكا والحتت دي دلوقتي بالنسبه للمهندسين بيطلبوا كمبيوتر. يعني مش كهرباء ومش عماره ومش مدني. الديماند دلوقتي على كمبيوتر. الفرص العمل اللي متاحه كمبيوتر. الشغل في مصر مش محتاج كمبيوتر. ليه؟ لأن في منافسة عالية جدا. هديك مثال، يعني مش عارف هنا، لكن كنت في جامعة 6 أكتوبر، كل الكلية الهندسة اللي هناك داخل ليها 500 مهندس، وقسم الكمبيوتر اللي هو كمبيوتر انجينيرنج يعني داخل له 2500. فالمنافسة جوه مصر بقت عنيفة، كل الناس عايز تخش كمبيوتر انجينيرنج، كل الناس، لا يا إما كمبيوتر ساينس يا إما كمبيوتر انجينيرنج، يعني يا إما يخش علوم يا إما يخش هندسة. كل الناس اللي بتشتغل، كل أصحابي اللي عندهم مكاتب عالمية جوه مصر وبره مصر ما بيشغلوش مصريين. بيشغل هنود. أرخص، أكفأ، أسرع،
ملوش طلبات. فسوق العمل اكسبوزد، سوق العمل اكسبوزد للدنيا كلها. يعني اي مهندس كمبيوتر في اي بقعه في الارض، في جزر الكاريبي، في الهند، في الصين، ممكن ياخد منك الشغلانه. حجم المنافسه عنيفه، وكلها سيلف ليرنينج، كلها شغل على ملوش دعوه بالكليه. انت دخلت كمبيوتر كده بالاسم، لكن هتتعلم لغه، انت اللي هتصرف على نفسك، انت اللي هتتكلم، انت اللي هتذاكر، انت اللي بالوقت ده هيبقى كويس ولا لا ما اعرفش. الدكتور بنا زي ما قال كده، الكيرف رايح فين؟ احنا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا؟ ما اعرفش الكيرف هيقلب امتى، كمان سنه، كمان سنتين. انا رايي ما تفكرش هتشتغل ايه. لسه في مهندس ميكانيكا اعرفه، يعني عملت له ريكومنديشن ليتر، هو ميكانيكا انتاج، وكان طالب عندي وشغال في شركه انترناشونال بتاع مشتريات، مشتريات خامات. يعني شركات انترناشونال بتحتاج مهندسين بغض النظر ميكانيكا ولا كهرباء ولا مدني، عشان هو عنده انجينيرنج، يعرف يشتري خامات ويعرف يشتري المكونات ويعرف يفاصل بطريقه علميه. وهو سافر المانيا اشتغل في الشركه دي في المانيا. فالشغل ملوش علاقه قوي بالتخرج. يعني الشغل، يعني اصحابي مثلا اللي كانوا دفعتي ميكانيكا انتاج، دلوقتي اما بتفرج عليهم كده كل واحد في حته شغال حاجه تانية، حاجه غريبه. فيهم واحد بروجرامنج، الرابع بتاعنا ميكانيكا انتاج عين شمس، شغال بروجرامنج في ابل، ماسك قسم البروجرامنج، خلاص بقى اترقى وبقى حاجه كبيره يعني في ابل في امريكا وشغاله. فما تفكرش قوي انا هشتغل ايه. طبعا ده كلام عام، لكن واحد مثلا عنده والده عنده شركه مقاولات فهيخش مدني، ده هيشتغل خلاص. واحد عنده والده مصنع هيشتغل، هيخش ميكانيكا. انا بتكلم على اللي مش عارف. ما تبنيش خططك على الشغل. الشغل في الاخر حظوظ، مش 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 مبني على شهادتك. في جزء معرفه واتصالات وناس عارفه ووسايط، وفي جزء شطاره، وفي جزء حظ، السنه دي طالبين مش طالبين. فما تبنيش، انا لو مكانك ابني خططي على مدى سهوله وصعوبه حصولي على تقديرات او نجاحي بسهوله جوه الكليه. طبعا الكليه فيها اقسام صعبه، طبعا في قسم صعب وقسم اصعب، وكل ما التقديرات بتخش كل ما الجي بي اي بيعلى، توقع ان القسم ده اصعب طبعا. يعني لو مثلا قسم الكمبيوتر طالب، انا مش عارف السنه دي طالبين ايه، اعلى جي بي اي، بالتالي كل اللي داخلين هيبقوا من اللي جايبين 3.8 او 3.9 او 3.10، ها؟ وبعدين تخش تلاقي كلهم بيذاكروا وكلهم شاطرين وكلهم بيحفظوا وكلهم ما عندهمش اهتمامات وكلهم ما بيخرجوش وكلهم ما بيتفسحوش وكلهم ما بيلعبوش اتاري ولا بيلعبوا بلاي ستيشن. وخلاص انت لازم تبقى واحد زي دول، والا مش الدكتور غصب عنه هيعلي من قيمه الامتحانات ومن قيمه الكوزات. المنافسه اصعب، ها؟ غير لما اروح قسم هادي فيه 13 واحد 14 واحد، الناس كلها عارفه بعضها، والدكتور عرفنا بالاسم وبيكلمنا براحتنا، وفيهم واحد جايب مقبول وواحد جايب مادتين وواحد داخل غصب عنه، هطلع الاول وابقى مرتاح. انا افضل انك تخش قسم تنجح فيه باريحيه، تقضي سنين شبابك وانت مبسوط، ما يبقاش عندك نوع من ستريسز مبالغ فيه يقضي على حياتك الاجتماعيه والرياضيه لا، لان انت بيموت منك جزء مهم. انت شاب ولازم تعيش حياتك ولازم تخرج ولازم تتفسحي ولازم تلبسي ولازم تخرجي ولازم تتبسطي ولازم لازم كل ده. لو دخلت قسم موتني انا هخرج مهندس شاطر بس مش انسان سوي، مش ناجح، ما عنديش مقومات النجاح، ما عشت السنين دي مش ترجع تاني. انا قضيت اوحش سنين حياتي في الكليه دي، اوحش سنين حياتي. يوم امتحان الفيزيكس كنت بخرج بالليل، مش عايز اروح بكره، مش هذاكر، مش هروح، واروح مش عارف ملاهي ولا سندباد دي ولا كان عايبينها كده، في يعني اروح اخرج بالليل وارجع الساعه 1 بالليل وامتحان بكره الساعه 8، مش هروح. ده بيخرجك انسان مش متزن. فخش من وجهه نظري، خش القسم اللي تعرف تنجح فيه باريحيه، ماشي كده؟ طيب
ايه الفرق بين ميكانيكا انتاج وميكانيكا سيارات وميكانيكا باور وميكاترونكس؟ ترتيبهم من وجهه نظر السهوله والصعوبه والشغل للاسف الاثنين مع بعض. يعني انتاج من وجهه نظري احسن قسم في ميكانيكا، مش عشان انا منه، لا، عشان جوكر. يعني ايه؟ ينفع تبقى بتاع مبيعات ومشتريات وخط انتاج وتصميم وجوده وتخطيط واندستريال. جوكر، مفيش مصنع ما فيهوش مهندس انتاج، لكن في مصانع كتيره ما فيهاش مهندس باور مثلا. بالمناسبه باور مش بس موتور زي ما الدكتور كان بيقول كده، يعني باور ميكانيكا باور دي يعني بايب لاينز، يعني غاز وبترول وفلو بتاع. يعني في كان زميلنا واخد دكتوراه من انجلترا في الزبادي، اللي هو الفلو بتاع الزبادي اللي زي جهينه كده، اللي فيه حاجات صلبه، فالفلو بيبقى فاحنا حتى كنا مسمينه دكتور زبادي، يعني مع بعض كده كنا دكتور زبادي. قال واخد دكتوراه في الزبادي، الفلو بتاع الزبادي عشان يعرفوا يحطوا كتل الصلبه اللي هي الفواكه مع، بس في انجلترا يعني. فكل الليكويد فلو ده شغل باور، ها، وتكييف وتبريد وشغل باور ميكانيكا. سيارات انا للاسف مش مع سيارات خالص. اقل قسم فيهم في الشغل سيارات. يعني لو رتبناهم من وجهه نظر سهوله القسم، يعني القسم السهل والقسم الصعب من وجهه نظر المواد، يعني المواد انتاج اسهلهم واكثرهم نسبه شغل. نمره اثنين باور اصعب شويتين ونسبه الشغل كويسه جدا، اقل من انتاج. بعديها ميكاترونكس، مواد صعبه طبعا. انتوا بتخشوا ميكاترونكس عشان شيك، شيك يعني اسم ميكا، يقول لك انا اخش ميكا بس كده. لكن هو بيبقى واقف في النص، لا اتعلم ميكانيكا ولا اتعلم الكترونكس، واقف في النص، ما لحقش ياخد مواد ميكانيكا وما لحقش ياخد مواد الكترونكس. بالمناسبه في اوروبا وفي امريكا ميكاترونكس معناها الكترونكس بارت اكتنج ميكانيكالي. يعني ايه؟ يعني التليفون بيعمل فايبريشن، يعني مينلي الكترونيك. هنا ميكانيكال بارت كنترولد الكترونيكالي. يعني ايه؟ يعني مثلا غساله شغاله فيها كنترول، عربيه فيها، يعني احنا حتى فاهمنا هنا بالمشقلب. يعني احنا هنا قسم ميكانيكا هو اللي شد القسم ده وخلاه تبعه. يعني فالموضوع بقى، يعني ما تفتكرش ان انت هتبقى خط دخلت ميكانيكا وكهرباء، بس عشان نبقى متفقين، انا دخلت، انا محتار بين ميكانيكا وكهرباء فدخلت ميكاترون. لا يا حبيبي، لا لا، فرص شغله مش احسن حاجه. هيعتبرك ميكانيكا، يعني هيسمع منك كانك ميكانيكا. انا ما بتكلم على فرص شغل، بتكلم على انترناشونال كومبانيز، مش بتكلم على شركات حكومه وشركات مقاولين العرق، مش بتكلم على حد عايز يخش يشتغل في حته ياخد مرتب كويس ويبقى ليه كارير. الناس دي بتقعد تسالك ملوش دعوه انت قسم ايه اصلا. انا ببقى في الانترفيوهات دي، يعني انا جزء من شغلي بره الكليه ان انا اقعد اختبر امتحن ناس هتعين في شركات. ما يهمنيش بقى هو ميكانيكا انتاج ميكانيكا باور، ما يهمنيش، يعني انا مش هشغله ويحل مسائل. الحته دي انتهت خلاص، الموضوع ده اتقفل. انا عايز واحد او واحده متزن بيعرف يجاوب لما يحصل مشاكل، يعرف يحل، اعرف احمل عليه. انت شركات انترناشونال، اعرف احمل عليه اللي عندي عشان اللي عندي مش هو اللي خده. يعني النو هاو، العلم اللي موجود في الشركات الانترناشونال مش بالضروره ليه علاقه باللي انت درسته. هو عنده هيز اون تكنولوجي، بس هو عايز يشوف ان القالب ده يستوعب العلم ده، يعرف يشيل ويؤدي. يعني بتبقى امتحانات تانية ملهاش دعوه بميكانيكا انتاج وباور وسيارات ماشي كده. السيارات بقى موادها مش صعبه قوي، بس ما فيهاش شغل تقريبا. يعني ومش عايز حد يخش قسم سيارات علشان هو بيحب العربيات. حب العربيات براحتك في بيتكم. يعني سيارات احنا بندرس ان احنا نضمها تخش مع اي قسم، من قله الدكاتره اللي موجوده فيها، من قله المعيدين اللي موجوده فيها، من قله الطلبه اللي موجوده فيها. المنتج ملوش سوق، هيروح يشتغل في الاخر في تويوتا اللي ورا مننا ولا مرسيدس، يقف في الاستقبال يستلم منك المفتاح، لانه ما بيرضاش يشتغل في الميكانيكا جوه، ومش هيصمم عربيه.
فقسم سيارات اقل لهم السوق محتاج اقل ومودها كويسة مش صعبة ولا سهلة. يعني احنا عندنا في الكلية هنا ناس مميزة جدا في قسم السيارات، عشان بس ما هدومش حقهم، رئيس قسم السيارات بيعملوا فورمولا هنا، فورمولا بتتعمل في انجلترا وفي كذا حتة، وبنكسب دايما المركز الاول او الثاني. بنصمم عربيات وننفذها ونصنعها ونطلع نعمل بيها رالي للطلبة يعني في العالم وبنكسب، ده الطبيعي. ما احنا بنطلع نعمل تربل في هولندا وهنا وبنكسب. واحنا لما رحنا ام اي تي عملنا روبوت، ناس من اقسام مختلفة بنكسب. انتوا اي حتة تروحوا فيها هتكسبوا، مش عشان الكلية كويسة، اختلف مع دكتور بنا، عشان انتوا اللي كويسين، عشان القماشة حلوة، مش عشان انا شاطر. انا شاطر بس ما عملش حاجة. انت قماشة حلوة، مميز، سيلكتد، هايلي سيلكتد، يو لايك ات اور نوت. اوعى تنسى المعلومه دي، لو في معلومه واحده بس هقولها لك في المحاضره دي، اوعى تنسى ان انت مميز على مستوى الجمهوريه. انتوا احسن ناس. انا نسيت ده في الكليه، لا لا، انا مش بقول لك، انا مش بجاملك، انا بقول حقيقه. اصل انت بالوقت لما بتجيب تقدير مش حلو وتخش الكويز ما تحلوش بتفقد الثقه في نفسك. لا لا لا، انتوا مميزين. مصر لما عملت منافسه اي جي او اي بي او 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 دبلومه امريكاني او ثانويه عامه، انتوا اللي طلعتوا، انتوا اللي نجحتوا. فالقماشه دي هي اللي بتفضل معاك طول الوقت، بتخليك متفوق. ده اللي بقول لك عليه، خليك في دماغك ما تنساهوش، وما تخليش ظروف الكليه تخليك تنساه. انت مميز وهتفضل مميز، ولما تشتغل هتبقى مميز، ولو ما اشتغلتش هتبقى مميز. طول الوقت حياتك انت مميز، لانك انت مميز، انت كشخص ماشي. ربنا يخليك، ربنا يخليك. مين تاني عنده اسئله؟ اسئله؟ ايهما اكبر من حيث فرص العمل، ميكانيكا سيارات ام اتصالات؟ اتصالات. اي النقاط اللي اعرف احدد منها اني ميال لاني قسم ويبقى مناسب ليا ولقدراتي؟ طيب السؤال ده مهم. انا اعرف منين انا قدراتي ايه؟ ما انا ما دخلتش. يعني ما هو ده سؤال برضو، يعني اجيب عربيه يعني ده سؤال طبعا مش من الخيال، يعني اجيب عربيه فيرنا ولا اجيب عربيه بي ام دبليو ولا اجيب مرسيدس ولا اجيب تويوتا؟ ما انا ما اشتريتش عربيه، ما عنديش عربيه، هعرف منين يعني؟ مش عارف السؤال ده. انت بتعرف تسوق؟ ما انا ما جربتش، لو يمكن لو جرب اطلع بعرف. عارف السؤال ده؟ ما جربتش قبل كده، لو جربت يمكن كنت اعرف اسوق، ما جربتش قبل كده. فده سؤال مهم. انهي قسم؟ لو انت اصلا بص، هي يعني ايه؟ يعني عماره ومدني في حته، وميكانيكا وكهرباء يمكن في بينهم انترسكشن. يعني ما فيش عماره انترسكشن ميكانيكا، ما فيش دي. يعني ما فيش، يعني انت كده يبقى ايه؟ نقعد مع بعض. ماشي؟ اللي عنده عماره وميكانيكا دي لازم يقابلني. ماشي كده؟ لكن مدني في حته. انتوا عارفين مدني اصلا بيعملوا ايه؟ مدني على فكره، طب اقول لك على حاجه معلومه كده يمكن تنفعك. بالرغم ان انا ميكانيكا، مصر او مهندسين اللي خارجين من مصر مميزين جدا جدا، مش عارف ليه، جدا جدا في عماره ومدني. يعني مهندسين عماره اللي هنا اما بيسافروا بره او بياخدوا مشروعات يخشوا كده مميزين جدا. يمكن لان الدكاتره عندنا بتشتغل في السوق، يعني الدكاتره بتاعت عماره بيشتغلوا وعندهم مشروعات، يعني عنده مكتب بره وعنده شغل كليه فبيدرس، ما بيقولش نكت على القديمه على السبوره. يعني ما بيحكيش حكايات حواديت، لا ده بيقول حاجات هو شافها. مدني وعماره زي كده عندنا. يعني مهندسين مدني بيروحوا في حتت في المانيا في مش عارف يخلصوا الموضوع يعني. يروح امريكا في كوبري في مشكله مش عارف ايه، مش عارفين يثبتوا ايه، تعالى يا عم الحاج ظبط ده اعمل ده، وياخو ينزل اسمه في التايمز. يعني مدني وعماره عندنا عالميين ومشهورين، وبيجي ناس من اليابان ومن المانيا تتفرج على الشغل اللي موجود جوه في الطرقه بتاعت عماره دي وعم مشروع. ماشي كده؟ الطلبه والدكاتره. ميكانيكا اقلهم. يعني وورلد وايد احنا من اقل الناس. لان معظم الدكاتره ما اشتغلتش في مصانع، ما شافتش مصانع، ما شافتش مش عارف ايه، فما
فبيحكي لك نكت قديمه من الكتاب، بيفتح الكتاب يقول كلمتين، معظمهم مش كلهم طبعا. كهربا، مش كلهم ها، كهربا كويسين نص ونص، يعني في دكاتره شاطره جدا جدا وتاخدك للعالميه، وفي دكاتره ما شافتش العالميه. نرجع تاني، انت عايز تخش مدني ولا عماره؟ انا ممكن افك الاشتباك اللي بين ميكانيكا وكهرباء، لكن ما اقدرش افك الاشتباك في عدد كده بين ميكانيكا وبين عماره. عماره حاجه وميكانيكا حاجه، مدني حاجه وكهرباء حاجه. ان اعرف من نفسي بالمناسبه، اخش سؤال مهم، اخش القسم اللي بحبه ولا اخش القسم اللي هنجح فيه؟ انا ليا راي ممكن تختلف معايا، يعني مفهوش صح وغلط، رايي ده مفهوش صح وغلط، في راي شخصي اللي يقبل الصواب ويقبل الخطا. انا بخش القسم اللي انجح فيه مش اللي بحبه، لان اللي بحبه الحب من طرف واحد صعب قوي، فانا بحبه وبسقط، بحبه وبسقط، هكرهه، صح ولا لا؟ طب انا بخش قسم بنجح فيه، ما انا ما بحبوش، انا ما بحبش هندسه اصلا. انا يعني قلت لبابا انا عايز اخش طب، نفسي ابقى طبيب، نفسي ابقى جراح، نفسي ابقى بحب طب، وما زلت الدكتور بقى بيقول لك بيحب عماره وما زال، انا ما زلت بقرا كتب طب الى الان، اجيب كتب طب واقراها، وبيستهويني اي حاجه فيها تشخيص فيها بتاع، ببقى مبسوط قوي. قلت لوالدي عايز اخش فعندنا مصنع، فقال لي لا ما ينفعش عشان انت حاضر. دخلت طب انا خلاص اتخرجت اهو، اخرج بقى اخش طب تاني ولا اخرج بقى ابقى دكتور اعيش حياتي؟ قال لي لا تتعين عشان حاضر. طب انا بقيت دكتور اهو، افتح عياده بقى بقيت دكتور؟ لا كملت. فانا بس بنجح، وفتره من الفترات كده يعني مش مهم، كنت شاطر يعني، يعني مصنف عالميا، كنت شاطر ماشي كده، وجائزة الدولة مش عارف ايه في الدكتوراه وشغلانة يعني، وانا ما بحبوش اصلا، بس قاعد ليه؟ بنجح يعني، في نجاح، في اتشيفمنت، في سيلف ساتسفاكشن، مبسوط. طب لو انا دخلت طب وما نجحتش وعمال اسقط وعالج ناس تموت، طب ما انا كنت يعني هيبقى مصيبة، هتضايق. ها؟ رأيي الشخصي خش القسم اللي تنجح فيه، لما تنجح هتتميز، هيبقى سهل. انا كنت شاطر جدا جدا في الرياضه، جدا ما بحبهاش خالص، الماث شاطر جدا يعني، الدكتور كيمينه في بلاوي بقى، يحط مساله ما بتتحلش اصلا، معروف ان هي ما بتتحلش، وانا مش عارف اقعد شويه كده يقول مين هيطلع يحل، مش عارف، انا كنت مش شاطر قوي يعني، اقول له دي ما تتحلش، فالراجل ايه يبلع ريقه، لان بوظت عليه الفرحه يعني من بدري قلت له، فالناس راحت وجات وتسهر وتاخد البيت ويشوف الاوائل، وبعدين يقول له ما تتحلش، فانا من بدري كده اقول له المساله دي ما تتحلش، ملهاش حل، المساله دي غلط. فطبعا ابتدى ايه يزعل مني، يعني ايه يتلكك لي ويمشيني، اطلع بره انت مش عارف ايه الحاجات دي بتاع الدكاتره اللي عندنا دي. بقول لك احلى سنين حياتي قضيتها في الكليه دي، احلى سنين حياتي. فهربت من اتصالات عشان الماس اللي انا يعني مع اني ناجح، كنت اخش زي السلام عليكم اخش دي اتصالات ولا اي حاجه فيها ماس هنجح وابقى. فرايي انك تخش القسم اللي هتنجح فيه مش اللي بتحبه. فاضل خمس دقائق. الفرق بين ميكاترونكس وحاسبات، حاسبات حاجه تانية غير ميكاترونكس. ميكاترونكس هتاخد ميكانيكا كارثه على 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 كهرباء، كارثه يعني، تاخد لادر دايجرام بروجرامنج لحاجه صغيره، جزء في الهاردوير، انا بدرس ميكاترونكس سنسور مش عارف فين، يعني ما فيش وقت نلحق نديك كل حاجات ميكانيكا وكل حاجات كهرباء، فهي يعني زي ما تقول كده لبن بالفانيليا، يعني اللي هو يعني ما يعني اللي هو ما خدتش فانيليا وما خدتش لبن، فاهم قصدي؟ يعني مش عارف اقول لك ازاي، بس يعني ايه جبنه بيضه اسطنبولي، يعني ما تبقاش عارف هي دوبل كريم ولا يعني في حاجه كده. حاسبات واتصالات، حاسبات كلاسيك يعني قسم واضح يعني، لو بتاخد رايي لا اخش حاسبات، اللي بياخد رايي اخش ميكاترونكس ولا حاسبات، لا اخش حاسبات طبعا يعني. هل قسم ميكانيكا مناسب للبنات؟ اه طبعا، انا ما بعرفش بنات ولاد، انا ما بعرفش بنات ولاد، ممكن اكون غلطان، بس بشوف البنت زي الولد، تروح تشتغل وتعمل اي حاجه وتسافر وتيجي
زي الراجل يعني، وبنات هندسه جدعان يعني. ميكانيكا مناسب للبنات طبعا. بس قول لي ميكانيكا ولا عماره؟ اقول لك خش عماره. على فكره شغل عماره متعب يعني، شغل عماره بيروح سايت ويعني ويخش شقق ويخش عماير ويخش كومباوند يعني، برضه هندسه متعبه مش سهله. بس الدراسه في عماره انسب من ميكانيكا للبنات دراسه، لكن الشغل من بنات زي الاولاد طبعا. ايه الاقسام اللي في ميكانيكا سهله وصعبه؟ قلت ايه الاقسام اللي في ميكانيكا فيها شغل؟ قلت مجالات شغل ميكانيكا باور، مجالات شغل ميكانيكا باور قلت، مش كده؟ يعني مين اللي هيشتغل بترول الاول؟ بترول، وبعدين في حاجات بقى كلها في الـ في الـ في الـ يعني زيوت والحاجات كل اي حاجه ليكويد فلو او مشروع التخرج. وحد بيسال مشروع التخرج يحلها ربنا بقى. مشروع التخرج برضو خش مشروع التخرج يحلها ربنا بقى. مشروع التخرج لسه بدري قوي يعني، انا لسه هنخش مش عارف نحلها لسه يعني. حد ليه اسئله؟ ايه اتفضل. لا تنجح فيك يا مواد، ما انا مش شايف الشغل. طيب انا بقول اختار الشغل القسم تنجح فيه، تنجح فيه وانت بتذاكر. انا الشغل مش شايفه، الشغل انا مش شايفه، مش عارف لما تخرج ميكانيكا انتاج هتلاقي شغل ولا لا، ميكاترونكس هتلاقي شغل ولا لا، السيارات هتلاقي شغل ولا لا، مش عارف. يعني انا عندي الموبايل بتاعي مليان سيفيهات بتاعت مهندسين ميكانيكا ومدني وعماره وبدور لهم على شغل. بالصدفة بلاقي الواحد ميكانيكا وما الاقيش لواحد عمارة، الاقي واحد بتاع عمارة ما الاقيش مدني، حسب الظروف، مش حاجة مطلقة يعني. يعني ما وواحد يشتغل شغلة كويسة وواحد ما يشتغلش يعني، الدنيا مش فير يعني. It's not a fair play. مش هتفضل عايزك تخرج من حتة مهندس دي. يعني واحد زائد واحد ما يساويش اثنين في الحياة. دايما انت عندك لوجيك وعندك منطق، وانا لو دخلت قسم ميكانيكا انتاج هشتغل. لو دخلت قسم حاسبات او كمبيوتر هلاقي شغل. الحياه ما فيهاش هندسه، ده مش خط مستقيم، الارض مش مستويه ومش مدوره، الحياه فيها تشانسز وفيها ابتلاءات وفيها تشالنجز غير محسوبه غير منطقيه. اتوكل على الله، خش القسم اللي يريحك تنجح فيه. طبعا البنات هتقول لك ايه اخش القسم اللي فيه صاحبتي اللي دخل فيه هنا وسلمى دخلوا القسم ده فانا هخش معاها. ماشي مقبول، يا كومفورت زون، دي كومفورت زون، خش القسم اللي هيساعدك في المذاكره، هتعرفوا تذاكروا مع بعض، هتبعتوا لبعض شتات، هتخرجوا مع بعض. ماشي الولاد مثلا بيخرجوا يلعبوا بالليل كوره ومش عارف ايه ماشي، اصحابك دخلوا قسم معين تخش معاهم ده يساعدك ينجحك. اخر حاجه، اخر نصيحه، انت لوحدك اللي هتبقى مسؤول عن نجاحك، انت لوحدك اللي هتلاقي نقط ضعفك اثناء المذاكره. انا كانت نقط ضعفي اني ما بعرفش اكتب، يعني اقعد في المحاضره اللي بكتبه ملوش علاقه باللي بيتقال، اروح البيت ايه ده مش فاهم اي حاجه، ايه ده الراجل ما قالش، انا لسه فاكر الدكتور قال ايه؟ ما قالش كده، ما كانش بيقول كده، وبعدين ايه الارنب ده؟ جه امتى؟ قالوا امتى ده؟ يعني الارنب ده محاضره ما فيهاش ارنب. اكتشفت ان انا عندي مشكله بكتب ابطا ما بفكر، يعني مخي اسرع من ايديا فبوقع كلام، واكتشفت اني بعمل كده في الامتحان برضه، يعني بكتب كده في الامتحان، يعني بكتب كلام ما يتفهمش. يا راجل غصب عنه لازم يديني درجات وحشه في الامتحان، باخد درجات مش عشان انا مش فاهم، عشان انا كتبت حاجه غير اللي انا عايز اقوله. ده اكتشفته في سنه ثالثه. يعني انت محتاج تكتشف عيوبك، انت الوحيد اللي هتكتشف عيوبك. طب انا بذاكر بنسى، انا بنسى خالص، فكنت اعمل ايه؟ اذاكر المنهج الحاجات اللي بتحفظ وبعدين تتخلص، يعني هم مثلا 50 صفحه قبل الامتحان بيومين يبقوا 30، نسيت بقى ال 20
قبل الامتحان بيوم يبقوا ايه 10، هم دول اللي بكتبهم تاني عشان بنساهم، وانا داخل اللجنه الاقيهم بقى صفحتين هنساهم، انا عارف ان هنساهم جوه صفحتين، اروح كاتبهم واخدهم معايا وافضل واقف بره بذاكرهم بحفظهم، عقبال ما اخش يبقوا صفحه واحده نسيت، عارف لو جت دي هنساها، عارف اني صفحه، عارف القوانين عارفها وعارف اني هنساها. فبقيت اذاكر بدري شويه، انا كنت دايما اذاكر متاخر، فبقيت اذاكر بدري شويه عشان النسيان يبقى اراجع اكتر. انت اللي هتلاقي مشاكلك وانت اللي قادر على حلها، وانس لقيت مشكلتك وحلتها هتنجح، طول ما انت مش عارفها هتفضل متكعبل فيها. خش قسم ميكانيكا، خش قسم عماره، خش كهرباء، خش مدني، ان شاء الله ربنا هيوفقك.